حتى تكون ليلة رأس السنة ليلة للاحتفال مش للزعل، ليلة بيجتمعوا فيها الأحبة مع بعضهم ليشربوا نخب عام جديد، مش ليبكوا ويولولوا على ناس فقدوهم بحادث سير. نائبة رئيس جمعية كن هادي السيدة لينا جبران معنا لنشوف شو عندها معطيات نقدر نقدمها للمواطنين، وخاصة فئات الشباب اللي بيكونوا طايرين من الفرحة، وإن شاء الله يا رب على طول بتكونوا هيك بس غاطين على الأرض أهم شيء. صباح الخير لينا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا فيك. موعد سنة ونحن وياك. نعم. عشية ليلة رأس السنة. التوعية بتوصل لمطرح لينا بخبرتك؟ أكيد. أكيد مش بس التوعية على حوادث السير، بكل شيء التوعية هي بتجي بالمرتبة الأولى، بس بدي أوضح شغلة، التوعية هي إيد وحدة ما بتزقف، بدك تطبيق القانون مع بعض تنقدر نخفف من عدد حوادث السير، بس التوعية بهيدي الأيام هي جدا مهمة، لأنه كلنا بنعرف قديه مهام قوى الأمن الداخلي بالظروف الحالية هي مهام كتير كتير صعبة، فكل واحد لازم يمسك مسؤولية حياته بإيده، ما ينطر إنه الدرك يوقفه ويجي جزيتا يعرف انه هو اللي عم بيعمله غلط وعم بعرض حياته للخطر. حضرتك قلت انه تنعيد كلنا سوا ليلة عيد راس السنة ونكون مبسوطين ونغط وما نكون طايرين، هي الاهم من بعد ليلة راس السنة، لأنه إجمالا بتصير من بعد ما نحن نكون شربانين وعم نسرب. المهم تاني يوم راس السنة نكون كمان مجتمعين وعم نعيد بعض أنه كتر خير الله قطعت السنة الماضية بخير واستقبلنا السنة الجديدة كمان كلنا مجموعين. ما في أصعب من فترة الأعياد أنه العائلة تعيدها ويكون في فرد من أفرادها ناقص، لو على مر السنوات صدقني الحرقة بتكون أكبر. فأنا بتمنى على الشباب والصبايا إذا ما بدهم يفكروا بحالهم يفكروا بيلي رح يتركون وراهم، لأنه كتير صعب وخاصة على الأم والبي أنه يمشوا بدفن ولد من أولادهم، نحن لازم نمشي بفرحهم وهن لازم يمشوا بدفننا. من هيك في كم إرشادات إذا بدك بسيطة وهينة فينا ناخدها ليلة راس السنة ونوفر هالكيس المر على أهالينا وعلى عائلتنا كلها. اسمعوا من لينا جبران، لأن اختبار شخصي وسبحانك يا الله اللي قلتي جدا صادق، لأن نبرة صوتك صار يرجف صوتك أنت عم بتقولي. أكيد منستفقد له بهالمناسبة. ليك فترة الأعياد هي فترة كتير صعبة ومع السنوات بعد بتصعب، لأنه بيصير في أشياء جديدة، يعني مثلا أنا بنتي أنا صرت تيتا، مين قالك أنه ما بستنغص أنه خالة لبنت بنتي مثلا ما يكون موجود؟ واللي كيف بدي أقول لك، اللي بيعجبني انه اول مرة بنتي هلأ بلشت شوي تستوعب، اول ما فاتت لعنا على البيت في صورة كبيرة لهادي، اول شغلة لتاريخ اليوم كل ما بتجي لعنا بتدل على هادي وبقلها دي بونجور اهادي امبراس هادي وبتبعت له بوسات. فايه الشغلة كتير صعبة، وعن جد بيقولوا عطول انه الانسان ما بيتعلم الا من كيسه، انا بدي اقول لهم تعلموا من كيسنا ووفروا هالشي البشع كتير على عائلتكم، وهو كتير هين. نحن ما عم نقول للشباب والصبايا ما تروحوا تسهروا وما تروحوا تنبسطوا، بس مثل كل شغلة بحياتكم اعملوها باعتدال لحتى تبلشوا سهرتكم بفرحة، وأهم شيء تنهوها بفرحة. انت إلي إذا انت متناول كحول، تعرف الكحول لوين بتروح أول ما انت بتشرب؟ على الرأس. أوكي، كيف تطلع دراج أسانسور، كيف تطلع على رأسك؟ أسانسور بعتقد. أسانسور هلا في قطعة كهرباء. لا لا، ليك اللي نحن لما بنتناول كحول بتفوت على الدم، ومن بعد ما تفوت على الدم بتبلش تبرم بأعضاء جسمنا وبتطلع على راسنا، ولما بتطلع على راسنا في اشياء بيولوجية براسنا بتتغير بدنا او ما بدنا. يعني انا الناس اللي بيقولوا انا بشرب بس اول ما بطلع على ديركسيون السيارة بوعى، هيدا شيء غلط، لانه هي اشياء بيولوجية الله خلقنا هيك. مثلا نحن بالايام العادي اذا نحن مش شربانين كحول، انا عم بحكي بعد كيسين، حقل الرؤيه عندنا كلنا بنقشع 180 درجه، من بعد كيسين حقل الرؤيه عندنا بيصغر. شو معناتها؟ انا مش معناتها ما بقى رح شوف الطريق، بس انا كل شيء جاي على جنب ما بقعد بشوفه، اشاره شخص قاطع، في غباء شفلوه
ما بتعود قاشع، بيصير في بلوك لانه حقل الرؤيه عندك بيصير يصغر، كل ما بتزيد الكحول حقل الرؤيه عندك بيضيق. سو هيدي ما بينتبهوا لها، بفكروا انه انا سايق شيء في الطريق وسايق. شغله ثانيه، بالايام العاده رده فعلنا بدها بين نص ثانيه وثانيتين تنشيل اجرنا على البنزين ونحطها على الفرن. ليه عم بقول نص ثانيه لثانيتين؟ كل ما بتكون صغير بالعمر كل ما ردة فعلك أسرع، من هيك ببلش بنص ثانية. يعني أنت اللي ردة فعلك أسرع من ردة فعلي، وردة فعلي أسرع من اللي أكبر مني. بقى نحن لما بنكون شربانين ردة فعلنا بدل النص ثانية بصير بدنا 10-11 ثانية تنشيل إجنا عن بنزين نحط على الفرن، وسيارتنا بتكون كرت مسافة كتير كبيرة. تالت شيء نحن تعلمنا من نحن وصغار انه اذا في شيء بناكله بقوي النظر، شو هو بتعرف؟ الجزر. الجزر. انا بقول له في شيء ثاني بقوي النظر اللي هو الكحول، لانه بتصير تشوف الشخص اثنين والشجره اربعه، واذا السياره بعيده عنك اربع امتار انت بتفكرها بعيده ست امتار، والسكران بفوت بالسياره بينقص انه كيف وصلت لها انا شايفها ابعد، دونك بصير في سوء تقدير للمسافات. رابع شيء الكحول بتعطينا احساس بالقوة، يلي بيبقى شربين فكر حاله طرزان، هو ما بيصير له شيء، وبتشوف هالطرزانات على الطرقات بيقوموا بمخاطرات. تاني يوم لما بيوعى وبخبروا أصحابه شو عمل، هو بينقذ من حاله أنا كيف استرجيت أعمل هيك. دونك هيدا تأثير الكحول. آخر شيء في ناس يمكن ما بيعملوا أي شيء من كل هيدا، بس الكحول بتنعس. في ناس لما بيطلعوا على ديركسيون السيارة بيخفوا، فتخيل أنت غافي عم تسوق السيارة، شو معقول تكون النتيجة؟ بس تنوضح، بتعرف قديه القانون بيسمح لنا يكون في عنا نسبة كحول بدمنا إذا وقفنا حاجز قوى الأمن الداخلي وعملنا العيار قديه؟ ايه هو 0.5، يعني تقريبا كيسين. هلا أكيد تختلف بأنواع الكحول، بس نحن من بعد كيسين ممنوع إنه نشرب كحول ونسوق سياراتنا. طيب إذا أنت كنت سهران يا إلي وحدا من أصحابك سكر، شو بتعمل له لحتى توعي؟ رح اقول لك بردوا على البيت. برافو. كيف بتردوا على البيت؟ انا بسوق. اذا انت منك شربين صح؟ اذا سكران مش بده حدا يكون عم يهتم فيي صح؟ دونك اذا حدا منه شربين بياخد هالشخص او بيطلب له تاكسي. ليش نحن ما فينا نعمل شيء تنوعي السكران؟ يعني ببلشوا يقولوا لي منشربوا قهوه كفين، منغسل له وجهه، منقول له حط اصبعك بتمك لزلعيمك واستفرغ، كل هيدا ما بيفيد. ليه؟ لانه الكحول فاتت على الدم، والدوره الدمويه لحالها بتنظف حالها، بدها من 5-7 ساعات. دونك يا صبايا ويا شباب، اذا كنتوا سهرانين وحدا ليله راس سنه سكر، اول شيء بتقشطوا مفتاح سيارته، لو سبلكم لو شو ما عمل معلش ما تخلوه يسوق. حدا من بيناتكم مش شربين يوصلوا، او كلكم سوا رجعوا بتاكسي، هيك بترجعوا بامان على بيوتكم. هيدا اضمن شيء انا بلاقي. او اذا كانوا سهرانين ببيت، نصيحتي لهم يناموا بارضهم، تاني يوم بيوعوا بيسربوا كلهم على بيوتهم. يعني في كتير اشياء فينا نعملها، مثلا إذا كلنا ظاهرين جروب، يمكن في حدا من هالجروب يضحي يقول له أنا الليلة رح أسهر معكم بس أنا ما رح أشرب. اسمه شيء اسمه designated درايفر، يعني هو بقول أنا رح سوق فيكم أنتم انبسطوا. المعلي الويك إند اللي بعده حدا تاني بيكون هو designated درايفر، واللي ضحى بليلة راس السنة هو بيقدر يشرب وغيره بيقدر يوصله. فينا نعمل أشياء بلا كلفة، لأنه هلا بعرف قد إيه أجرة التاكسي غالية، بس بعتقد حياتنا أغلى بكتير من أجرة التاكسي. سو جربوا بين بعض، اعملوا طريقة إنه ترجعوا بتاكسي بأمان، أو حدا من بيناتكم ما يكون شربان. أنا هيدا الشيء بعتمده مع أصحابي، ودايما صديقتي نانا بوجه لها تحية، بقول لها ليكي بتطلعي معي أنا بسوق، أنا عبالي الليلة أشرب، انت بتسوقي برجع. هي ماكسيموم كاس اثنين يعني، كمان بتعمل كنترول اوقات. انا ما هو حسب ستريس اللي عايشتيه، بدك تعملي ديفول ما مع اشخاص بترتاحي معهم. بعرف انه اذا يمكن ما قدرت بقى سيطرت على حالي هن بيهتموا فيي، بخافوا علي يمكن مثل ما انا بخاف على حالي. فكمان نعرف مين الانتوراج تبعنا، مع مين نكون محاطين، لان اوقات بتشوف بالسهرات يعني خاصه هلا يعني صارت كلها هيك اوبن اير، اذا بدك اذا الطقس كثير منيح وهلا السنة 100% يعني بيطلع واحد حدا ما بيطلعوا فيه انه يدبر راسه. مزبوط. هلا الشغله اللي كمان مهمه لينا،
هي مش قصة انه قد ايه عم نشرب، اوقات كمان تعرف التجارة بتلعب دور وبتستغل هيدا الظرف، ممكن الالكول يكون مضروب. صح. والاضرب من هيك اذا كان الالكول صحيح هي قصة الشاتات. مزبوط. وكل شات على فليفر شكل او على شيء، يعني مزبوط. من كاس واحد مع كذا شات خلص، يعني صرنا هيك ما بعرف وين نحن مين انا. 100% من هيك يلي بده يروح يسهر هالسهره وياخذ هالشاتات وما يقول لشي لا، وعارف كيف بيكون الجو ليله راس السنه، ياخذ احتياطاته. تعوا بالتاكسي يا عمي كلكم سوا بتتقاسموا، منا كلفه بتعود كبيره، اعتبروا من المصاري اللي بدكم تدفعوها شيلوا بادجت كتير صغير. صح. للاهالي بتمنى عليهم زيدوا لهم نكزه، قولوا لهم هاي شرط انه تروحوا وترجعوا بالتاكسي، حتى هيك كمان الاهل بيقدروا يناموا، لانه بتعرف انه ليله راس السنه بتلاقي الشباب والصبايا سهرانين والاهل قاعدين عم بيطلعوا على هالساعه وعلى التليفون كل الوقت، على التليفون اي ساعه دخيلكم رح يسربوا. كنت عم بتقول لما بتسهر انت وصديقتك، كمان انا وجوزي نفس الشيء، هو بيسوق بالروحه وعلى طول انا رجعه السواقه علي، لانه كمان بشرب كاس مش اكثر، وهو عم بيشرب بيقول لي ما بقى تشرب انت رح تسوقي لانه انا متقل. وبدي خبرك خبريه كثير مهضومه، من كم سنه عملنا ليله راس السنه عنا وعزمنا اصحابنا، يعني اصحابنا من عمرنا مش شباب وصبايا، شرطناهم انه نبعث لكم تاكسي، بتجوا بالتاكسي وبترجعوا بالتاكسي، لانه المسؤوليه كمان علينا انه عازمينهم. صدقني بالاول كان في ململ انه في تاكسي لينا، قلت لهم جربوها بتشوفوا. صدقني ثاني يوم بدقوا لي بيقولوا لي لينا احلى شيء عملناه انه سربنا بالتاكسي، كل واحد فقع غفوه، كل واحد هيدا توصلنا على البيت. سو هيدي امور كثير هينه فينا ناخذها ونوفر. صدقوني الحياه الانسان معلقه على، كنا عم نقول مش ثانيه قد ايه العطسه بتاخد، هالقد بلحظه فينا نكون موجودين، وباقل من ثانيه نحن نكون فينا نكون بغير دنيا. فبليز بمسؤوليه، عيدوا وانبسطوا بس كونوا مسؤولين. أكيد. هيدي كثير مهمه. بتعرفي شغله لينا كمان، يعني معك حق بكل اللي قلتيه، وزياده بهالظروف، يعني نحن من بعد كورونا، من بعد 17 تشرين، بتعرفي الوضع الاقتصادي كيف تدهور، ومقومات الدوله بيتت شبه معدومه، يعني ما في اناره على الطرقات، في طرقات فيها جوا ريجاريت مقبوعه، بينزل الواحد فيها بتكلفه بلوي حق سيارته تيصلحها، اشارات حتى لو كانت موجوده، في ناس ما بعرف ليك انه بتحس انه عم تتزاكى، بنتزاكى بين الاصفر بين الاحمر والاصفر للضوء الاخضر، يعني كمان هون بده يكون في وعي، بده يكون في مسؤوليه، خاصه بدها تكون مضاعفه بغياب ابسط امورنا انه نمشي على اوتوستراد مضوى 100%. هو تقلك طرقاتنا بلبنان للاسف هيدي قبل الازمه الاقتصاديه كانت تتسمى طرقات غير متسامحه، تخيل بالظروف الحاليه وضع طرقاتنا، يعني اذا ما الحادث قتلنا الطريق بتقتلنا. صح. انت حتى بالنهار الجوره والريجار وكل هول كمان بيقدروا يؤدوا لحوادث، وتكون حوادث مميته، تخيل انت وشربان وما عندك كنترول كافي على نفسك وعلى سيارتك بطرقات معتمه عليها جوار عليها ريجارات مفتوحه، قد ايه الخطر كثير كبير. فانا نصيحتي لكم اذا سهرانين ببيوت ضلكم وانطروا انه الضو يطلع وتكملوا طريقكم. بس في شغله بعرف بعتقد يمكن خلص وقتنا، بس حضرتك كنت عم تقول على قصه الالكول والالكول الملغومه، بطلب من الشباب والصبايا ليله راس السنه الكاس اللي بيشربوه يضلوا بايدهم، ما يحطوه على الطاوله، لانه ما بنعرف شو في امور بتصير بيقدروا يحطوا لهم اياهم بالكاس. صح. وشغله ثانيه يشربوا كتير مي، لانه الكحول بتنشف المي بالجسم. مزبوط. عودوا بين كيس وكيس، عطوا حطوا على طول كبايه مي واشربوا مي، لانه الجفاف الجسم هو اللي بيعمل وجع راس، بيحل البخار يطلع. صح. وبيعمل وجع راس. لينا جبران شكرا لك، ويرحم هادي. ميرسي ميرسي. يعني قد ايه هو عايش مش بس معكم، عايش مع كل اللبنانيين. هادي وما بعرف يمكن عم تخليني اوثق انه اوقات حكمه ربنا لما بيختار شخص معين بيكون في له هدف، الهدف يحوه حي قدامنا 100%. انا عرفت شو رساله هادي بالحياه وشو رسالتنا، ويمكن هيدا اللي مهداني. وانا بدي اتمنى للجميع سنه خير، واول شيء الصحه الصحه الصحه. أكيد. يا رب. أكيد. للجميع لكل اللبنانيه، وكونوا مسؤولين ليله راس السنه، انبسطوا وفرحوا بس بمسؤوليه. لينا جبران
شكرا. انا كثير بحبك. انا كمان شكرا لك. عليك وعليك السنه يا رب. شكرا مشاهدينا، بنروح الى فاصل ومنتابع.